حمدان دش. ايه بدخل عنده الحين. ويلكم رسلانا. فيصل بعد بيدخل الحين. محمد بعد بيدخل. يعني اليوم today صلخ. انا شكلي اليوم خسران كله. عندهم برنامج ترجمة بعد صح، بس كيف نفس الوقت هو داخل تيك توك و ايش يقوله على طول يترجم له، كيف يعني. ياسمين اتاك، ويلكم ياسمين. ويت 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 ويت، اصبروا اصبروا شوي اصبروا.